العلاقة بين القاعدة وإيران هي علاقة تاريخية متجذرة، عمليات أيلول سبتمبر التي فضحت هذه العلاقة وكمية الوثائق الكبيرة التي عثر عليها في مقر بن لادن عندما تم قتله أثبتت بلا شك بأن هناك تنسيق وعلاقة تاريخية ما بين تنظيم القاعدة وأيضا إيران. حتى بعد عملية طردهم من أفغانستان انقسموا إلى قسمين، القسم الأكبر دخل إلى إيران، القسم الآخر ذهب إلى غرب باكستان. نقطة يجب الإشارة إليها، جميعهم عندما حدث الاحتلال إلى العراق كانت إيران هي الممر لدخولهم، بل حتى أن الزرقاوي كان معسكر تدريب جماعته في ولاية هيرات الواقع على الحدود الإيرانية الباكستانية وهي ولاية شيعية، وحتى قتله في العراق كان في منطقة هبهب المنطقة الشيعية. وهذا يدل بأن التنسيق الكبير بين إيران والزرقاوي وأتباعه لاحقا وما جرى في العراق. الكثيرين من قيادات القاعدة بعد خروجهم من أفغانستان كانوا في إيران بدعم إيران بكافة الوسائل لهم، بل حتى أن حمزة نجل أسامة بن لادن كان يغير عدة أماكنهم، وما يزالون سيف العدل وغيث الكويتي أبو غيث سليمان أبو غيث الكويتي وكثيرين من قيادات القاعدة هم في إيران موجودين. وهذا دليل بأن إيران هي راعية كبيرة للإرهاب وخصوصا بكل فئاته، سواء كان الإرهاب المتطرف الديني الشيعي أو السني.